بسم الله الرحمن الرحيم يا اهلا بيكم. ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش الدنيا جنه. ربنا خلق الدنيا معاناه ومصاعب ومشقات وهي ابتلاء للانسان والحيوان ايضا. ليه؟ لاستنفار الطاقات الحيه جوه الحيوان والانسان. استنفار ذكاء الحيواني واستنفار الذكاء الانساني وربنا سبحانه وتعالى الهمنا بحل لجميع المشكلات وهي التكيف مشاكل الحياه هي ايه هي بيئه ومصاعبها ومشقتها حر وبرد وجفاف ومجاعات وحروب آه الحل ايه التكيف في حلقه سابقه اتكلمنا في موضوع التكيف والموضوع كبير وما زال أمامنا الكثير نقوله طيب قدام هذه المصاعب ما احنا اعترفنا بقى ان ربنا خلقها بالفعل مش جنة خلق الدنيا مصاعب وشقات طيب الحيوان الضعيف يعمل ايه الحيوان الضعيف حيقاتل بالتناسل بالاكثار من التناسل فعشان كده بنلاقي امثال الحشرات وديدان الاسكارس ومش عارف البلهارسيا والحاجات دي الدوده بتخلف قد ايه الاف ملايين في العمر بتاعها بيض ينزل يتفقد منه أكتره ويفضل الباقي بيفقس ويطلع الايه الناس العظيم ده بينما كل ما تلاقي الحيوان يبقى اقوى واكمل يبقى نسله اقل لغايه ما نوصل للاسد والنمر والافيال بتخلف كام؟ ستة سبعة ثمانية ايه بس؟ في الحدود دي يعني احاد والانسان اقل فكل ما ازدادت قوة الكائن ما هوش محتاج ليه؟ ايه؟ لنسل كثير بيقل نسله لما الحيوان الضعيف بيستعمل نسله سلاح يقاتل بنسله فده نوع من التكيف تكيف مع الضعف. أه طيب الحيوان الضعيف يعمل ايه؟ غير انه يقاتل بنسله يستخبى فطلعت مساله التخفي والتنكر وفنون التخفي وفنون التنكر وشفنا منها انواع اليرقه اللي شكلها زي ورقه ميته، واليرقه اللي تبص ما تقدرش تميزها من البيئه، والورقه اللي زي غصن مش عارف بيعمل ايه، ما تقدرش تميزها من اي غصن. يعني فنون التنكر والتخفي. طيب الحيوان الضعيف يعمل ايه كمان؟ يقاتل بالسموم ومدفعيه السموم. وشفنا الحكايه دي؟ في الضفدعه اللي عندها صيدليه سموم تقاتل بيها ومعمل للمركبات الكيميائيه القاتله والمخدره وايضا التعبان وايضا العقرب آه طيب ويعمل ايه كمان بتوصل بالنبات ان هو بيصنع مبيدات حشريه جواه ويصنع غازات السم عشان يعمل ايه؟ يقاتل الحشرات. كل دي وسائل تكيف بالنسبه للبيئه المعاديه والحروب اللي اتفرضت عليه. طيب نتكلم برضه على النبات الضعيف ويعمل ايه؟ نخش في حكايه النبات. قلنا ان هو بيحارب الحشرات بانه يصنع المبيدات. طيب وفي الغابة اللي هي كلها ظل نتيجة الايه؟ الاشجار العالية والفروع الكثيفة المتشابكة اذا مشيت في الغابة ما تلاقيش بقعة شمس. طيب النبات الضعيف اللي محتاج للشمس يعمل ايه؟ يبقى متسلق يبقى نبات متسلق يقعد يتسلق يلف يلف كده حوالين الشجر لغاية ما يطلع فوق ويحصل الشمس وممكن يعمل اكتر من كده يبقى متسلق متطفل. يعني يخرق اللحاء ويدب ايه المصاصات بتاعته يمص إيه العصائر اللي في الاشجار جاهزه يشربها جا على الجاهز مش محتاج بقى لانه يشد بجذوره وحاجاته ومحتاجات ده نبات متسلق متطفل كل دي حيل حيل آه وانواع من المكر وانواع من الايه التكيف مع بيئه صعبه والنبات ضعيف النبات ضعيف طيب يعمل ايه كمان هذا النبات الضعيف توصل به المسألة والمشكلة في بعض انواع البيئات ان هو يعمل مصيادة للحيوانات ويأكلها طبعا شيء غريب جدا نبات يصطاد حيوان ويأكله قال لك اه ليه طيب؟ دي في الحالات القصوى لسوء لسوء البيئه. في الجنوب الامريكي مثلا في منطقه اسمها بوريما هذه المنطقة لا تتوقف فيها الأمطار ليل نهار وفي جميع فصول العام ونتيجة هذه الأمطار الهاطلة باستمرار المية بتكسح كل المواد الغذائية اللي موجودة في التربة أول بول أول بول المكان كله عبارة عن مستنقعات مستنقعات وبحيرات وشلالات ومساقط مائية التربة من كتر ما اكتسحت منها المواد المغذية بالذوبان المستمر ما فضلش فيه حاجة ممكن النبات يتغذى عليه فالنبات اللي طلع في هذه المنطقة مختلف عن جميع النباتات اللي في العالم أولا ربنا سبحانه وتعالى ألهمه بحيلة ايه الحيلة دي؟ اللي انه يتماكر على الحيوانات ويصطادها وياكلها نبات يفترس حيوان. فاشي مثلا النبات يتحول الى كوز كده وهذا الكوز املس جدا من جوه بوجود مادة صابونية فيه وإذا دخلت حشرة هتزحلق ما تقدرش تطلع فتقع في المية اللي متكومه في الكوز والميه دي عباره عن ايه خمائر ومواد هاضمه فتتهضم الحشره تتهضم وتمتص مثلا نوع تاني من النباتات بيخلق فقاقيع وحوصلات كده والحوصلة باب اللي يخش يقفل عليه ما يتفتحش باب سحري كده تخش اليرقة فيتقفل الباب ما يتفتحش وتتهضم وتمتص أو نبات عبارة عن زوائد كده كثيرة كثيرة وعلى الزوائد دي مواد لزجة تيجي الحشرة تتلزق في المواد اللزجة الصوابع دي تتحرك كده 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 وتروح ماسكة الحشرة وإيه تهضمها وتت... وتمتصها أو مثلا الورقة تطورت إلى فلقتين بالشكل ده فلقتين كده ويجي الحشرة تمشي جوه فالفلقتين لهم مفصلة هوب يروحوا قافلين مصيدة والحشرة تمتص وتفرز عليها ايه؟ مواد هاضمه والنبات ياكل الايه؟ الحشره، نبات يصطاد حيوان وياكله <applause> ربنا يسر له حيل غريبه قوي لان ما دام البيئه مش لاقي فيها اكل انا هعمل لك وسائل وهخليك تصطاد واحولك الى فخ والى شراك خداعيه ممكن تصطاد بيها الحشرات وتاكلها، شيء غريب الحيوان الضعيف يبقى حلال عليه بقى انه يستعمل المكر والحيل قدام قوى هائله وحيوانات قويه هتلتهمه وده بيدينا درس برضه زي ما قلنا مره يدينا درس للسياسيين كيف نتغلب ونحن الضعفاء على اقوياء مسلحين وعندهم اقتصاد وعندهم قال لك لا الحيله المكر الصمود والصبر. آه المقاطعه الاقتصاديه زي ما عملت الهند مع انجلترا لا نبيع لكم ولا نشتري منكم فالاستعمار رحل ما هيعمل ايه؟ جاي هو جاي عشان الاسواق الهنديه تعداد الهند اكتر من آه دلوقتي حاليا مليار مليار, مليار. بني ادم فشوف السوق شكله قد ايه ولما الاستعمار انت قفلت قدامه الباب فبيرحل الاستعمار بيرحل وياخد ايه عصاه ويرحل الضعفاء تغلبوا على الاقوياء تغلبوا على الاقوياء دي كلها دروس في حاجه اسمها التكيف والتكيف علم كبير خالص زي ما قلنا وزي ما قلنا من لا يتكيف يموت من لا يتأقلم يموت مفيش حل غير كده ف هنكمل كلامنا ونشوف الفيلم ونشوف انواع التاقلم والتكيف وكيف يتغلب الضعفاء على الاقوياء احنا رايحين دلوقتي للجنوب الامريكي وزي ما حكينا هي منطقه ااا آه هي منطقة يعني تنزل فيها الأمطار ليل نهار وفي جميع فصول السنة وهي عبارة عن مستنقعات وبحيرات وشلالات ومساقط مائية شوفوا الراجل ماشي بيخوض في مستنقعات نتيجة فصول الأمطار المتواصلة المية بتكسح المواد الغذائية في التربة أول بأول فالنبات اللي يجي يحاول ينمو ما حاجة خاصة المواد النيتروجينية اللي بيعتمد عليها المواد الازوتيه. شوفوا المنطقه شكلها ايه؟ جزيره في وسط ايه؟ البخار اللي طالع من المحيط. والجزيره لا ينقطع سيل المطر عليها. وجا وجا وجزيره صخريه والصخور صلبه. شوفوا شكل شوفوا شوفوا اعجب انواع الشلالات هتلاقيها هنا. واعلى انواع الشلالات تشوف الشلال مرتفع ازاي نازل على ارتفاعات شكلها ايه ميه 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 طول الوقت والارتفاع عظيم 9000 قدم فوق ال فبرد كمان شوفوا انت مش لاقي نبات لغايه دلوقتي فان ربنا عمل لها حيله وهي ايه بقى انها تفترس الحيوانات وتاكلها وهنشوف الحكايه دي بقى هو بيقول هوريكم هنا نبات غريب تحورت الاوراق الى ايه كيزان شوفوا الكيزان ده الكوز الكيزان الخضره دي بيقول لنا بصوا بقى من جوه الكيز الكوز بصوا داخل هنصور داخل الكوز فهنلاقي الجدار الداخلي منزلق بماده صابونيه باستمرار ايه اللي اي حشره تيجي تمشي جوه تروح مش زحلقه نازله في تنزل فين تنزل في العمق ده ايه هتلاقي في العمق ده الـ الـ الافرازات الصابونيه دي واللي فيها خمائر شوف الحشره وقعت ازاي ما فيش ما بتتهضم بقى لان في خمائر في الايه في السائل ده وتهضم وتمتص نبات اصطاد حيوان شيء طبعا غريب بيقول لك حاجه اعجب نبات له سويق هتشوفوه قدامكم بيتحرك شايفين السويق ده تتبعوه كده بقى هنتتبعه بالكاميرا هنشوف رايح فين وهيعمل ايه أهو، هنشوف بقى الطرطوفة دي هتعمل إيه بالظبط؟ بتمتد شوف تتحرك إزاي؟ لكنها دودة، هي بتنمو، لكن لأننا بنعمل لقطات سريعة ونحركها ببطء فيحصل الإيه؟ بتتحرك السويق، السويقة دي تتحرك وبعدين هتتفرع ويطلع منها الحوصلات اللي حكينا عنها دي. هنشوف شوف التفرع بقى هيعمل ايه؟ شوف بتعمل ايه بقى؟ بتتفرع وبعدين هيطلع منها تتخلق هذه الحوصلات حاجات زي الفقاقيع والحوصلات وكل حوصلة لها باب سحري شوف الحوصلات دي كل حوصلة لها باب سحري إذا دخلت منه اليرقة تقدرش تطلع يقفل عليها على طول هنشوف هنا اليرقه بقى اللي يخطر على بالها انها تخش جوه اللي شوف الباب هتخش من الباب ده ومش هتقدر تطلع احنا مكبرين الحوصله دلوقتي قوي دخلت اهي اتقفل الباب ايه اللي هيحصل يفرز عليها بقى خمائر وايه وتهضم اكله غريبه جاهزه نبات نبات يصطاد الحيوان وياكله شيء غريب اهو ده نوع غريب من التكيف ده مصيده ثانيه بقى هنا النبات بي بيتحور على شكل زوائد هذه الزوائد في في ترطفتها ايه ماده لزجه صمغيه اللي هي الايه ده هي الحاجه اللي بتلمع دي دي ماده لزجه فتيجي الحشره تلزق ما تقدرش ساعه ما تلزق هتشوفوا بقى الزوائد هتعمل فيها ايه لا خلاص الحشره وقعت مفيش فايده شوفوا بقى الزوائد هتعمل ايه دلوقتي هتنضم عليها كما لو كانت يد او صوابع هوب يا سلام شيء غريب منظر يساوي مليون جنيه لقطه تساوي مليون جنيه دي اللقطه دي النباتات المفترسه ملهاش وجود في الكره الارضيه الا في المكان العجيب ده وذلك ليعوض خالقها البيئة ال ال التي ينقصها ال 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 المواد الغذائية وما فيهاش مواد أزوتية يعوضها باصطياد الحشرات. فأكن النبات بيتغدى لحمة كل يوم بياكل لحمة وبذلك يحصل على ال الغذاء النيتروجيني ال الأزوتي اللي هو محتاج له. نباتات غريبة، نباتات غريبة سبحان الله، أنواع من المكر والدهاء والحيلة يستطيع الضعيف بها أن يتغلب على القوي المسلح، دي حشرات قوية بتطير وجناحها وشغلانة زي طيارات فانتوم بقى والحاجات دي، فديًا تتعمل حيلة هنا. شوفوا الشلالات هذه الشلالات تكسح المواد الأولية الغذائية في التربة أول بأول فما يفضلش النبات حاجة يأكلها. ده السبب ان ربنا سبحانه وتعالى صنع هذه الحيل وساعد مخلوقاته لما نروح بقى هنا للأمازون هنلاقي حاجه غريبه عجيبه شايفين شايفين الصواني اللي هتطلع دي ده في نهر الأمازون بقى تطلع صواني غريبه أوي الصينيه القطر بتاعها اكثر من ست اقدام وهنلاحظ ان السطح الاسفل للصينيه دي مليان اشواك شوف السطح السفلي ده السطح السفلي ده هي بتتفرد كده بيبقى الاشواك دي تحت وتبقى اللي فوق عباره عن صينيه خضراء دي اسمها زنابق الامازون زنابق الامازون العملاقه والصواني دي من المتانة والتماسك بحيث ان ممكن الطيور تمشي عليه تمشي عليها رايحة جاية وما تغرقش طب هي بتطفو ازاي بفقاقيع في النسيج بتاعها شايف الفقاقيع اللي في النسيج الاخضر فقاقيع هوائية وبذلك تطفو الصينية النباتيه الجميله دي ممكن الطيور تيجي وتمشي عليها وما لا ما تغرقش هنشوف الطيور وهي جايه تتمشى على هذه الصواني الجميله شوف ماشي ازاي يتمشكح حاجة آخر عز يدوس على حرف الصينية وبينزل يرجع حرف الصينية زي ما كان شوف الزنبقة بقى هي دي زنبقة الأمازون الجميلة وبتعمل روايح الروايح دي تشد مين بقى بتشد الخنفس الخنفس بتاع الأمازون الشهير طب بتشده ليه بتشده عشان يخش جوه فتقفل عليه وتسيبه 24 ساعة في الزنزانة بساعتها يتلغمط بحبوب اللقاح لا تفرج عنه إلا بعد 24 ساعة فيطلع يلقح الظهور الأخرى وبذلك يتم التكاثر المطلوب والتلقيح المطلوب والإسمار والإخصاب وكل حاجة والزنبقة دي من أعاجبها إنها أغلب أو الأوقات نايمة مقفولة كده ما تتفتحش الا في الغروب لبضع ساعات وترجع تنام تاني ليه؟ لانها حريصه على سجن ايه؟ الخنفس الشهير ده اللي هو اداه التلقيح اهو وصل جه على ريحتها خدوا بالكم ووقع جوه نقفل عليك يا عم خنفس شوفوا دخل ازاي؟ ما فيش دخل الزنزانه هيقعد مسجون 24 ساعه بالتمام شوف اقفل اقفل على الخنفس اقفل قفلت عليه 24 ساعة بعد كده يفرج عنه هتشوفه هيطلع شكله ايه ده بعد 24 ساعة هيفرج عنه بقى شوفوا بقى هيطلع شكله ايه اهو طالع اهو مستني مستني طالع يلطش الضوء دخل في الزنزانه بتاعته طالع ملغمط بحبوب اللقاح، <applause> حاجه غريبه هيروح طبعا اول ما يزور زهره ثانيه يلقحها على طول. وده المطلوب هيتم التلقيح والاخصاب وكل حاجه وتنتهي بقى ايه وظيفه ورساله الزهره فايه اللي بيحصل لها؟ شوف دبلت وماتت وغرقت انتهى دورها خلاص. ما دام التلقيح تم خلاص. منظر عجيب منظر عجيب وتكيف عجيب ازاي النبات يجدد نوعه وازاي يكتسب اداه التلقيح بتاعته هنا بنشوف انواع اشجار عجيبه الاشجار ذوات السيقان البرميليه ليه السيقان البرميليه دي عشان التوازن عشان تقف ثابته في الميه لانها دايما الميه بالشكل ده آه لما بيحصل مد وجزر المية بتن آه تنحسر أثناء الجزر وترجع تاني أثناء المد فأغلب الوقت المية آه مغرقة السيقان فلازم تبقى سيقان قوية وعريضة وبرميلية عشان النبات يبقى يحفظ توازنه شوفوا آه شاهق وطويل فلازم يبقى له قاعده هذه القاعدة البرميلية تصميم مناسب للظروف برضه هنا تكيف ما هو ده اللي كلامنا كله عن التكيف دايما في نوع من الملائمة بين البيئة وبين شكل النبات أو الحيوان اللي عايش في البيئة دي كل دول هيطلعوا أشجار هنا هنبتدي نشوف حاجة تانية وهو اشجار وهي اشجار المانجرو اشجار المانجرو دي اشجار غريبه قوي عشان تتكيف مع البيئه تفتكروا عملت ايه الاغصان بقت تنمو افقيه مش تطلع لفوق راسيه طب ليه تنمو افقيه عشان تنزل في الميه تاني وتتحول الى جذور شايف السقان دي كلها اغصان فروع تطلع افقي وبعدين تنزل تندب في الميه وتتحول الى جذور. فالفروع بتؤدي وظيفه الجذر ووظيفه الايه؟ الساق ووظيفه الغصن وفي نفس الوقت لما الميه تنحسر بقى في الجذر الاغصان تتنفس كمان تقوم بوظيفه التنفس. هي دلوقتي مغموره بالمد. لما يجي الجذر بقى وتنحسر الميه تبتدي الاغصان تؤدي وظيفة الأوراق الأوراق هي الرئة بتاع الشجرة كذلك هنا هذا النوع من الفروع بيؤدي دور الجذر والساق والورقة يعني بيتنفس لما ينحسر تنحسر المياه عنه اهو آه. يبتدي بها الفروع دي تؤدي وظيفه التنفس اللي بتؤديها الاوراق. بلا غريب قوي يعني. ده يعني نوع غريب من النباتات وازاي الغصن يؤدي دور الساق والجذر والورقه في نفس الوقت فيكون رئه برضه بالنسبه لنبات المانجرو ده اسمه ايه تكيف تاقلم حسب البيئه اللي يعيش فيها النبات بيتاقلم وينظم نفسه هذا نبات المانجرو شايفين البذره؟ البذره طالع منها سويق اخضر ايوه السويق الاخضر ده كل بذره بيطلع منها سويق اخضر وبعدين تقع شوفوا بقى لما تقع هيجرى ايه؟ دي البذره وطالع منها سويق وبعدين هتقع نستنى كده لما تقع يا اخواني هتقع زي المسمار وتغرز في القاع ويبتدي السويق يتحول الى جزر ويبتدي ما احنا عارفين ازاي الـ 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 الافرع هي في نفس الوقت جذور شوفوا بقى هوب اوب اه شفتوا بقى الحاجه الغريبه دي هبتدي تجدر بقى تجدر وتبتدي تفرع ويطلع منها بقى النبات اللي هو المانجرو وهو نبات عجيب بيقدر يعيش في المياه المالحه ودي برضو خصائص غير عادية بيتعامل مع المياه الملحة وفي نفس الوقت فروعه تمتد أفقيا وتنزل تتحول إلى جذور وفي نفس الوقت فروعه تؤدي وظيفة الأوراق فتتنفس لما تنحسر المياه عنه نبات غريب يعني نبات غريب بيعيش في كل الظروف اللي ممكن تخطر على بالك ده اسمه التأقلم أو التكيف وعشان كده عاشت أشجار المانجرو ملايين السنين هنشوف برضه نبات تاني عجيب النبات ده اللي هنشوفه دلوقتي هو الطحالب وقلنا دي فصيلة فصيلة خطيرة في قدرتها على التأقلم شوفوا عبارة عن أشرطة 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 طول الشريط من دول بيوصل ل 300 قدم ليه؟ لأن المنطقة دي دائما فيها موج واضطراب فده يبيعوم يضطرب مع الموج حيثما ايه اتجه ومفيش خطوره وادي الجذر اللي ماسك في الارض وطالع منه الايه السويقه دي وفي الاخر طالع من السويقه دي شوشه طالعة منها الشرايط اللي ملهاش على دي خدوا بالكم ان الطحلب ده نبات بدائي جدا يعني لا هو زهري ولا بيطلع ظهور ولا حاجة هو كله تكوين الشرايط اللي شفتوها دي هذه الشرايط الخضراء وهو نفس الطحلب وهو الحاجات الهلامية الخضراء اللي بنلاقيها عايمة على النيل دي نوع برضو من الطحالب بس دي طحالب بقى ايه مفترسة ضخمة يعني هائلة طول الشريط قلنا 300 قدم وعريض شوف عريض ازاي 300 قدم ممتد يلعب مع الموج ولا يهمه وماسك في الارض في الميه الرايقه شويه لما ننزل في القاع بنشوف انواع من الطحلب بدائيه بقى خالص عباره عن طحالب ذات الخليه الواحده كل طحلوبه خليه واحده بس هنشوفهم دول ده حاجات مجهريه بقى هتعوز ميكروسكوب شوفوا بقى شوفوا دي كل واحدة من دول خلية واحدة بتتحرك بالأهداب برضه صنف من أصناف الطحالب البدائية شوفوا بتتحرك ازاي في صنف آخر عبارة عن شرايط صغيرة كل شريط عبارة عن عقل عقل وكل عقلة خلية دي أنواع برضه من الخلايا الواحدة كل التشكيلات اللي تخطر على بالك دي مستعمرة من عديد من الخلايا. كل دي مستعمرات، كل دي انواع الطحالب، كل دي انواع الطحالب. احنا في مملكه واحده لغايه دلوقتي، الطحالب او الالجي. شوفوا المستعمره من الاف الخلايا. شوف بقى الاشرطه اللي بقول عليها، كل شريط عباره عن عقل 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 وكل عقله خليه واحده. وبيحصل تزاوج بين الشريطين يعني في عقله انثويه وعقله ذكريه. الكرويات دي بقى دي كرويات اسمها الفالفوكس شهيره جدا. وبتدور الدوران الجميل ده. ده. تحت الميكروسكوب ده منظر يجنن. يجنن تلاقيها كرات متالقه كما لو كان فيها ضوء نيون مثلا جواها. بتتحرك بالاهداب وهي عباره عن مستعمره هائله من خلايا التحلب. و وبتبقى الوظائف متوزعة جوه الكرة العجيبة دي فبتقوم بكل أنواع الوظائف اللي تخطر على البال الطحالب قلنا إن هي مملكة عظيمة استعمرت الأرض البر والبحر والساحل والساحل والجبل وعاشت في جميع الأجواء اللي ممكن تخطر على بال على بالك من إيه أشد البرد لأشد الحر لأشد الجفاف وأقدر فصائل النبات على التكيف وبذلك عاشت بقى لها دلوقتي 3500 مليون سنة الطحالب تاريخها 3500 مليون سنة هو بيقول هنا ان النبات عمال يصارع وتغلب على كل مشاكل البيئة سواء كان حر أو برد أو جفاف أو رطوبة أو أه أو حشرات بتاكله أو قرود أو نسانيس أو عمالة تخلص عليه إلا الإنسان كان العدو الذي لم يستطع النبات أن يتغلب عليه. ليه؟ لأن الإنسان لما عمل المصانع وطلع منها الدخان ولوث البيئة وفي نفس الوقت ألقى المبيدات في الأنهار فقتل كل صنوف الحياة وفي نفس الوقت ابتدى يقطع الغابة إلى خشب ويبيعه فكان كارثة على الحياة النباتية وهو هنا بيقول حاجة غريبة جدا إن في الواقع الإنسان من حيث لا يدري دمر رئتيه اللي بيتنفس بيهم ليه؟ لان الحقيقه اختنا الشجره هي اللي بتجدد الاكسجين بتاع الجو والخضره دي كلها المساحات اللي ورثناها من اجدادنا ومن تاريخ الحياه اللي, اللي بقاله دلوقتي زي ما حكينا 4000 مليون مليون سنه هذه الخضره اللي ربنا خلقها بتجدد الاكسجين ازاي بالتمثيل الكلوروفيلي ثاني اكسيد كربون زائد ميه زائد كره الكلوروفيل زائد شعاع الشمس يعمل الاكسجين زائد المواد الكربوهيدراتية الحاجات اللي اتعلمناها في المدارس فباستمرار الخضرة بتطلع أكسجين بتنقي الجو الغابات هي جهاز التكييف الإلهي اللي ربنا لنا مجانا مركبه كده عشان يكيف الكرة الأرضية كلها ويجدد الأكسجين فجه الإنسان دمر هذا الجهاز دمر الجهاز ده زي ما قلنا بانشاء المصانع واطلاق الدخان والقاء المبيدات في الانهار وبعدين العدوان على الغابات وقطع اشجارها وبيعها فهو بيقطع جذوره بيقطع جذوره هو الانسان بيقطع نفسه من جدره وفي نفس الوقت بيدمر الرئه اللي بيتنفس بيها وهيجي يوم هذا الانسان يختنق يختنق في روائح الكبريت والاطران وثاني اكسيد الكربون وكل حاجه السامه دي ان شاء الله ينقرض وينتهي ايه حكايته فهي دي مساله آه خطيره آه جت عرضا في موضوع التكيف معنى كده ايه معنى كده يا اخواني ان اكبر صديق للانسان هو النبات ليس فقط لان النبات بيمده وطبق السلطه الخضراء على الغداء والفواكه والفيتامينات والمكسرات وبوكيه الورد والبارفا لا لان النبات هو اللي بيجدد له الجو وهو جهاز التكييف وهو اللي بيحط اكسجين كل ما الاكسجين يقل ويستنفد نتيجه الهباب اللي بيعمله الانسان ده كله والمداخن وحرق المخلفات والكلام الفارغ ده كله كل ما يتحرق الاكسجين النبات يجدد يجدد اكسجين فالنبات بيتصرف بشكل صديق صديق هو صديق الانسان الحميم وقلنا ان الشجره دي هي اخت وام وأم ما يصحش ان نتصرف مع الشجره بعدوانيه الشجره احنا لولاها هنموت مختنقين لكن الانسان لا يدرك الحكايه دي احنا شفنا مؤتمرات البيئة اللي عملتها امريكا في المكسيك ولمت الدول وبتاع والغريبة ان امريكا اتهمت الدول الـ الـ النامية بان هي سب اسباب التلوث وهم دول البرابرة دول اللي عملوه وفي نفس الوقت للأسف هذه الدول المتخلفة ما بتساهمش اسهام كافي في القضاء على التلوث طبعا كلام فارغ وكذب كله من اوله لاخره لان اللي يلوث الجو ما هياش البلاد الناميه دي اللي يلوث الجو اصلا هم الامريكان والاوروبيين هم اللي بداوا حكايه الصناعه الثقيله والمصانع اللي عماله تطلع دخان وهم اللي اخترعوا واكتشفوا المبيدات و الى اخره وهم اللي بيقطعوا الخشب ويبيعوه يعني هم اللي احنا بنشتري منين فالجريمة بتاع الدول النامية جريمة سنوية خالص يعني بالنسبة لحاجة قليل دور بسيط خالص اللي بتقوم به الدول النامية دي. إنما المجرم الحقيقي هم الدول المتطورة النامية اللي هي الكبيرة اللي هي صاحبة بتاعة العلم والتصنيع ومش عارف ايه والحاجات دي كلها فأمريكا أوروبا هم المجرم الأكبر لكن عاوزين نحن ندفع الثمن احنا ما عملناش حاجة احنا مجني علينا أنا بقول يا ريت نرجع صغيرين أطفال. نرجع أطفال وناخد العلم والحكمة والسياسة من الغابة البكر من الشجرة من أختنا الشجرة. يا ريت نتعلم من الحشرة نتعلم من الحشرة من النملة من النحلة من النسناس نتعلم إيه؟ نتعلم التكيف التأقلم إننا نحتضن البيئة في حنان ما ندمرش مصدر حياتنا وأيضا نتعلم درس مهم جدا إن ممكن احنا الضعفاء نتغلب على الأقوياء المسلحين بالحيلة بالمكر بالصمود بالمقاطعة ربنا أدانا بدائل ملهاش آخر رغم ان احنا ما عندناش سلاحهم نغلبهم في اكثر من ان النبات يغلب الحيوان هي أه هي النبات غلب الحيوان ازاي ده مكر وحيله كله مش عارف ايه الورقه تحورت الا مش عارف حاجه زي صوابع وعليها يجي امسك يروح مموت الحشره وكله كوز مش عارف تيجي الحشره تخش تتزحلق تتهضم ما تعرفش تطلع كل دي حيل كل دي مكر هو النبات ضعيف قدام حشرة مسلحة دي حاجة زي طائرة طائرة هيليكوبتر داخلة عليه أجنحة وبتاع وسم وشغلانة الحشرة دي مسلحة بأسلحة جهنمية هو نبات غلبان لكن الحيلة المكر الصمود آه هو ده الدرس اللي ممكن ناخده من آه عالم النبات ومن آه مسألة التأقلم والتكيف ونرجو أن نستفيد وإلى حلقة خادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله